طيب خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي واللي كان حاضر النهارده في مران الفريق عشان يطمننا بشكل كبير جدا على الفريق قبل مباراه بتروجيت. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل عزيز امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا امير. طمنا على الفريق يا كريم، وانت كنت متواجد في مران الفريق النهارده الصبح، عايزين نعرف كل التفاصيل، طمنا على الاصابات، يعني كل الاخبار اللي عندك اكيد قولها لنا كريم، وطمن جمهور النادي الاهلي. يمكن زي ما انت عارف يا امير طبعا بدون راحه للنادي الاهلي بيستعد لمباراه بتروجيت اللي هتقام على استاد الجيش بالسويس ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 مساء. محاضرات مستمره ومكثفه من الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت والكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا مدير الكره. يمكن الشغل كبير جدا من الجهاز الفني مع اللاعبين على تجديد الدوافع الفتره اللي جايه، يمكن مهمه جدا وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي نظرا لتلاحم المباريات الكبير. عندنا مباريات كلها يمكن صعبه، مفيش مباراه سهله دلوقتي في ظل الظروف اللي بيمر بيها الفريق للنادي الاهلي طبعا، وفي غير عادي بيقابل لعيبه النادي الاهلي من اصابات. يمكن كل مباراه بنفقد لاعب واثنين لعيبه، يمكن بتاخد وقت شويه في العوده من الاصابات لان تلاحم المباريات متوقع ان يكون في الاصابات الكبيره دي جدا عناصر مؤثره جدا بتغيب عن النادي الاهلي. سوء التوفيق اللي بيقابل الفريق للنادي الاهلي ده منعكس بشكل كبير على اللاعبين، لكن عندنا لعيبه كبار، كل اللعيبه الكبيره زي ما قلنا قبل كده احمد فتحي واكرامي وحسام عاشور، كل اللعيبه يمكن بتتكلم مع بعض عايزه تعدي المرحله اللي جايه دي. يمكن التكاتف يا امير هو الوحيد مسانده خلال الفتره اللي جايه من جمهور النادي الاهلي هو اللي هيخلي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تعدي هذه المرحله الدقيقه جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره وكل جمهور النادي الاهلي. النهارده التدريب يا امير كالعاده طبعا كان صباحا في الساعه 9 ونص صباحا عقب انتهاء المحاضره اللي يمكن استغرقت 10 دقائق للكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ. المران كان في بعض الجرعات البدنيه كان بيشرف عليها الحسين عبد الدايم طبعا اللي يمكن موجود هنا في اقصائي للتاهيل مع طارق عبد العزيز. فقره يمكن ما خدتش اكثر من 10 دقائق او 15 دقيقه، ويمكن بدا الكابتن محمد يوسف ان يكون في تقسيمه في منتصف الملعب لتصحيح الاخطاء بشكل يمكن متكرر جدا، حاول ان هو يمكن اكثر من مره يكون في شرح للتمركزات. يمكن بعض اللعيبه كانت بتتمركز بشكل خاطئ جدا خلال المباراه الماضيه المباراه الاخيره. ايضا كمان السرعه في نقل الهجمه لابد يكون في تحرك عقلي بعد الباص، لازم يكون في اللاعب واخد مكان. يمكن الامور كلها كانت بالنسبه لخط الدفاع كان في تحذير كبير جدا لخط الدفاع والاطراف. النهارده يمكن التقسيمه كانت قويه جدا ظهر فيها بشكل كبير، ويمكن دي من الحاجات المبشره لجمهور النادي الاهلي ان احنا شفنا عمرو السوليه النهارده يمكن بيظهر بشكل مميز اكيد طبعا خلال التدريب النهارده مع وليد ازارو. زي ما انت ذكرت يمكن امير النهارده كان متالق جدا في التدريب، كان واضح التركيز الشديد جدا لوليد ازارو. كل اللعيبه يمكن الفتره اللي فاتت اللعيبه اللي كانت مصابه بتحاول ان هي ترجع من جديد وترجع سريعا، لكن طبعا الجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون في حفاظ على كل اللعيبه بحيث ان هو يقدر يدفع بيه في الوقت اللي ما يبقاش فيه اي انتكاسه او اي اصابه. لكن يمكن حاجه مطمئنه جدا ان احنا نشوف عمرو السوليه ووليد ازارو النهارده في التدريبات هيكونوا قوه كبيره جدا طبعاً خلال طبعاً المباراه القادمه. ايضا كمان عايز اطمنك على وليد سليمان، كان وليد يمكن ما اتدربش امس، النهارده انتظم في التدريب الجماعي. ايضا كمان وليد يمكن بشكل عام طبيا وفنيا بدنيا جاهز ان شاء الله للمباراه القادمه مباراه بتروجيت. صلاح طبعا زي ما انت عارف هو الخساره الوحيده، خمس اسابيع ان شاء الله يكون الفتره اللي جايه صلاح يقدر يستعيد عافيته من جديد، اصابات عديده ورا بعض، لكن يعني زي ما بنقول وبناكد يا امير عندنا ثقه في كل اللعيبه ان شاء الله كل لعيب يكون متواجد ويحمل تيشيرت النادي الاهلي باذن الله يكون موفق في المباراه القادمه. ايضا نقطه مهمه جدا هو عمرو جمال وعمرو بركات. النهارده يمكن عمرو جمال كان ظهر بشكل اكثر من رائع في التدريبات المنفرده مع الكابتن عادل مصطفى المدرب المساعد. يمكن كان في كده فقره تدريبيه امير معموله بمصطفى شبير حارس المرمى طبعا كان متواجد، بعض التصويبات على المرمى بعض الكنترول الحاجات كلها طبعا كانت لعمرو جمال كانت رائعه جدا، وواضح ان عمرو بيركز بشكل كبير جدا خلال الفتره طبعا اللي جايه. واحد من اللاعبين المميزين ان شاء الله كل اللعيبه زي ما بنقول يا امير الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاج لكل اللعيبه اللي موجوده سواء في القائمه سواء اللعيبه اللي ما بتشاركش، كل اللعيبه ان شاء الله يكون لها دور خلال الفتره اللي جايه. اكد كمان على صالح جمعه واحد من العناصر ان شاء الله اللي بنامل يستعيد مستواه الفني يستعيد مستواه البدني يكون تركيزه فقط مع فريق النادي الاهلي. طب كريم كريم بالنسبه لصالح جمعه طمني عليه، وزنه زايد مثلا، الراجل باين عليه ان هو بيتمرن، الامور بالنسبه له من رؤيتك ليه كده في الملعب اخباره ايه؟ لا ما نقدرش نقول ان وزنه زايد بصراحه يا امير، يعني يمكن واضح ان صالح وقت قليل جدا ان شاء الله وهيكون يمكن عناصر هتبقى مؤثره جدا للنادي الاهلي لان من الجلسه اللي كانت جمعته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف الراجل يمكن اتكلم معاهم بشكل كبير قال انا عايز ارجع من جديد واكون متواجد في التشكيله الاساسيه. النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه، ويمكن صالح من اللاعبين اللي عندهم حماس كبير جدا وعندهم اصرار كبير جدا. بنتمنى صالح الفتره اللي جايه يكون تركيزه فقط
مع النادي الاهلي. زي ما بنقول كل اللعيبه اللي متواجده النادي الاهلي محتاجها بشكل كبير، محتاج بذل اقصى الجهد خلال الفتره القادمه، فتره صعبه وفتره مهمه جدا، لكن لعيبتنا ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه الفتره اللي جايه باذن الله. لعيبتنا تفرح كل جمهور النادي الاهلي اللي مستني اقرب فرحه باذن الله، وهي تكون المباراه القادمه مباراه الاهلي وبتروجيت. نقطه كمان، مؤمن زكريا طبعا، لسه كنت بكلمك عليه، مؤمن زكريا عايزين نطمن، قول لنا يا كريم. مؤمن زكريا ممكن بنتمنى له كل التوفيق، مؤمن خلال الفتره اللي جايه ممكن خلاص تم الاتفاق بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون في جلسه، وتكون جلسه مهمه جدا ان شاء الله بعد مباراه بتروجيت للاتفاق على الامور خلاص الخاصه بالتعاقد. يمكن مؤمن اللي بيحسم امير الامر في تعاقد اللاعب او من عدمه هو رغبه اللاعب، وده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي. مؤمن ادى يمكن مواسم رائعه جدا خلال الفتره الماضيه، امور عاديه كلها يمكن بتخص التعاقدات وامور ماليه دي معتاده طبعا على كل اللاعبين، لكن بناكد ان الجلسه القادمه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومؤمن زكريا تكون جلسه مرضيه للجميع، سواء لمؤمن زكريا او للنادي الاهلي. وايضا كمان اللي باكد لك عليه وهي رغبه مؤمن زكريا ان هو يكون مشارك مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الامور كلها امين ان شاء الله باذن الله تصب مصلحه النادي الاهلي في مباراه الاهلي وبتروجيت غدا. هيكون تدريب صباحا الساعه 10 صباحا، بعدها طبعا مباشره صلاه الجمعه، من بعدها يتوجه النادي الاهلي الى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه. واكيد كلنا بنقول يا رب ان شاء الله في هذه المباراه الهامه تكون من نصيب النادي الاهلي وتكون انطلاقه جديده امير للمباريات الخاصه بفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا طبعا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.